سلاي للجود للشاعر رابح الجحفلي، أهداء إلى الشيخ عبد الله علي بعوين برتيمور، أداء المنشد صوت وزران فهد باوزير. سلاي للجود تعرف من معادنها، مهما عليها تمادى عالم التطبيل، للناس تحفظ منازلها ومكانها، والجيل يورث صنايع ماضيه عنجل، والنفس محدن من الويلات ضمانها، في عصر حول بنود العرف والتاصيل. دنيا دنيا ولو زادت مفاتنها، ما بتخلد ملاسم قالها والقيل، والقبلية تعيش بيد رصانها، على الشريعة ومحكم آية التنزيل. يا طير أحمر رسالة في مضامنها، أسمى المعاني على عرض جناحك شيل، للبعويني مزبنها وزبنها، لحفاد جوهر شخصه إذا لبن قرانا، كالراس تعلو ولا تنزل بجنب الذل، من بعد سبع العجايب قلت ثمانها، بعوين مجدك بلا غمة ولا تضليل، باسم الشواهد دلايل في مواطنها، تحكينا بهم ملاهم قاها وتلويل، السحر تحضن شهيدا قايد عصامي ولا تخضع جموح الخيل، في الفيل من شيخ قد علام أذانها، مرجع وسنه وبه يرجع نصاب الكل، لليوم تشهد لأمجاده قواطنها، وصحايا في الأمس في القلب وفي الأكليل، وأبواب جادب لهم تفتح مخازنها، أروع ما أثرنا لخصها بلا تفصيل، فالكل يعرف مناصبها وفطنها، الحق بيان ولا بجهل أو تبديل، والكوت تبخر بمن نور مدينها، مرسى العويني عريب الجد والتنسيل، عز الشواهد تجلت في ركاينها، بشموس تمحي سلايا للجود تعرف من معادنها، مهما عليها تمادى عالم التطبيل، للناس تحفظ منازلها ومكانها.